تبقى معنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، اشتباكات عين الحلوة والمعارك في جرود رأس بعلبك هما عنوانا اليوم في لبنان، ماذا لديك في التفاصيل عدا عما جاء في تقريرك قبل قليل؟ فيما يتعلق بمعارك الجيش ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، هناك اليوم استراحة جزئية. هذه الاستراحة تترافق مع نقل عتاد المدفعية للجيش اللبناني إلى المنطقة التي ستجري فيها المرحلة الرابعة. هذه المنطقة تقع بين جرود عرسال وبين جرود رأس بعلبك. يتم تحضير عناصر وأرضية هذه المعركة، يتم أيضا تنظيف المنطقة من الألغام تمهيدا لوصول القوات العسكرية إلى هذه النقطة. تلة مرتبية هي إحدى التلال الأكثر خطورة والأكثر أهمية، هي نقطة تمركز وأيضا نقطة الإمداد لعناصر التنظيم. وبالتالي المعركة إذا ما كان العناصر لا زالوا متواجدين في هذه النقطة لن تكون سهلة بحسب المصادر العسكرية. هذا فيما يتعلق بالمعارك الدائرة في بقاع لبنان. أما فيما يتعلق بالمعارك الدائرة في الجنوب تحديدا في مخيم عين الحلوي، كانت هناك بالأمس اجتماعات في السفارة الفلسطينية في بيروت، ضمت من جهة ممثلين عن حركة فتح ومن جهة أخرى ممثلين عن حركة حماس، خصوصا وأن حركة حماس تدعم ضمنيا مجموعة بلال بدر ومجموعة بلال العرقوب. تم الاتفاق على أن يعلن اليوم عن وقف لإطلاق النار وعن انتشار عناصر فتح والقوى المشتركة في حي الطيري، ولكن ربما لن يكون من المفيد التمركز في حي الطيري طالما أن هذا الحي بحسب شهود عيان قد دمر بالكامل. وكان من المطلوب أيضا عدم إلقاء القبض على بلال بدر ومجموعته، وإنما تواريهم عن الأنظار وبقائهم مطلوبين للقوى المشتركة، كما حصل بعيد الاشتباكات التي حصلت مع الجانبين في إبريل الماضي، والتي لو أنها تمكنت من إلقاء القبض على بلال بدر يومها لما كانت تجددت هذه الاشتباكات. على أي حال هناك قتيل من الجرحى لحركة فتح وجريح آخر وجريح لبناني، هناك قطع للطرقات المؤدية إلى صيدا بسبب الرصاص الطائش، والعمليات مستمرة وإن بوتيرة أقل. يحكى عن وقف لإطلاق النار ولكن ليس هناك التزام بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة. شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري مراسلتنا في لبنان.